أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح من هذه المقولة أنه من الأدب مع القرآن ألا يقرأ في الصلاة من آخر القرآن في الركعة الأولى والثانية، ألا يقرأ في الصلاة من آخر القرآن في الركعة الأولى ويقرأ في الثانية من أولها، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، لا ينبغي هذا، لا ينبغي تنكيس السور، لا ينبغي تنكيس السور، بل ينبغي ترتيب السور. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى سبح، وقرأ في الثانية الغاشية، لم ينكس. فإذا قرأت سورة تقرأ ما بعدها مباشرة أو غير مباشرة، أما أنك تنكس هذا مكروه ومخالف للمصحف الذي أجمع الصحابة على ترتيبه. نعم.